وينضم إلينا محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن العملات الأجنبية وافتتاح أسواق الأسهم وتقلبات أسعار الذهب. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ نزار. بداية يعني من المفترض أن هذا الأسبوع يشهد العديد من المعطيات التي تؤثر على أداء الدولار مقابل العملات الأساسية والعملات الرئيسية، من أهمها اجتماع الفيدرالي. ما هي التوقعات لأداء الدولار خلال تعاملات هذا الأسبوع؟ صباح الخير. بالفعل هذا الأسبوع نحن في انتظار العديد من البيانات الاقتصادية، فيكاد لا يخلو أي يوم من بيانات اقتصادية مهمة. تبدأ هذا اليوم ببيانات من مؤشر قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة للبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي فنحن ننتظر قراره يوم الأربعاء المقبل، ومن المتوقع وبشدة في الأسواق المالية أن يعلن الفدرالي تثبيته أسعار الفائدة بين مستويات الصفر والربع نقطة مئوية، وهذا أيضا يرافق توقعات بأن يعلن الفدرالي بداية تقليص شرائه للسندات. الأسبوع الماضي ظهرت بيانات اقتصادية أظهرت لنا ارتفاع الأسعار بحسب مؤشرات التضخم، وهي مؤشر PCE بالقيمة الجوهرية التي يعتمدها الفدرالي، إلى أعلى مستوى منذ تسعينات القرن الماضي. يعني ارتفع المؤشر إلى 4.4% وارتفع بالقيمة الأساسية إلى 3.6%. نعم. بالتالي على الفدرالي الأمريكي على الأرجح أن يبدأ بتقليص تحفيزاته الاقتصادية، خصوصا أنه من غير المناسب الآن بحسب اعتقادي أن يبدأ بتعديل أسعار الفائدة ورفعها. لذلك ربما سيتوجه نحو تقليص تحفيزات من أنواع أخرى غير اعتيادية كان قد اتخذها خلال جائحة كورونا، وهي متمثلة في برنامج شراء الأصول. يعني الفدرالي الأمريكي يقوم بشراء سندات بما لا يقل عن 120 مليار دولار شهريا من السندات لضخ السيولة والنقد إلى الأسواق، والآن من المتوقع أن يعلن الفدرالي خفضه لهذه المشتريات. خفض برنامج شراء الأصول قد يكون فيه بعض الدعم للدولار الأمريكي، فبالتالي قد يبقى الدولار الأمريكي نوعا ما في مستوياته المرتفعة نسبيا، لكن ستتابع الأسواق المالية والمتداولون أيضا مقدار هذا الخفض. فمقدار الخفض قد يكون له أيضا تأثير على النظرة المستقبلية لعدة أشهر بالنسبة للدولار الأمريكي. فتقليص كبير لبرنامج شراء الأصول بأكثر من 15 أو 20 مليار دولار شهريا قد يكون إيجابي وقوة للدولار، والعكس في حال كان أقل من 15 قد يكون سلبي على الدولار الأمريكي. يعني حالة من الترقب واضحة في الأسواق العالمية حول القرارات التي يتبعها أيضا، يعني الحديث عن السياسة النقدية في الولايات المتحدة التي تؤثر على الأسواق. لكن ماذا عن منطقة اليورو التي أيضا تعاني من حالة التضخم المرتفع، يعني الأعلى تقريبا بحسب المحللين أنها الأعلى منذ 13 عاما. كيف اليورو في منطقة اليورو وأيضا مقابل الانتظار لبيانات الفيدرالي الأمريكي، ما هي العلاقة بينهما أيضا؟ الآن الأسبوع الماضي قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على سياساته النقدية مبقيا أسعار الفائدة عند 0%. يبدو أن الاقتصاد الأوروبي حاليا يعاني من مرحلة من الضعف، لكن بالفعل كما تفضل تكمن المشكلة بالارتفاعات الهائلة بالتضخم. إذا نظرنا تاريخيا طالما كان التضخم في أوروبا منخفض نسبيا، لكن عندما يبدأ الارتفاع كما حصل عام 2007-2008 كان صعبا جدا إعادته للانخفاض. الآن البنك المركزي الأوروبي قد يكون في موقف لا يحسد عليه، فبين الحاجة لاستمرار دعم الاقتصاد وبين الحاجة لخفض مستويات التضخم، لكن أيضا مع توقعات الفدرالي هذا يجعل المتداولين حاليا يقومون بعمليات جني أرباح على اليورو دولار، وهي عمليات بيع على المكسوب تسببت اليوم في قليل من الارتفاع على اليورو مقابل الدولار. لكن في نفس الوقت لو نظرنا للحركة الإجمالية لليورو مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي فقد كانت على انخفاض من دولار 16 سنت إلى مستوى الدولار 15 سنت، فبالتأكيد هذا الأسبوع قد يكون مهم جدا، بل أراه جوهري بالنسبة لزوج اليورو مقابل الدولار، وهذا بحسب ما سيتوجه له الفدرالي الأمريكي. نعم، بالإضافة إلى العديد من الجهات ستصدر البيانات، بيانات التوظيف حول يعني تعاملات التسعة أشهر من هذا العام. لكن يعني هذه التقلبات في أسعار العملات وأيضا الترقب في الأسواق العالمية كيف أثرت على المزاج في التداول بالذهب وأيضا على سعر المعدن الأصفر؟ يعني وصلنا إلى مستويات 1800 دولار للأونصة الواحدة، هل هو من المتوقع أن يستمر بالارتفاع أم عودة إلى الاستقرار التدريجي؟ لاحظنا بالفعل كما تفضلت ارتفاع أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى مستويات فوق 1800 دولار للأونصة الواحدة.
لكن مع ارتفاع الدولار الأمريكي عاود المعدن الثمين الانخفاض. منطقيا واقتصاديا إذا كانت التوقعات تشير لاحتمالات ارتفاع التضخم فمن المعتاد أن ترتفع أسعار الذهب، هذا في العادة، لكن في ظروفنا الحالية هنالك بعض الأمور التي منعت أسعار الذهب من تحقيق ارتفاعات كبيرة. أذكر منها عوائد السندات الأمريكية التي رغم أنها انخفضت لكنها ما تزال نسبيا مرتفعة مقارنة بالشهرين الماضيين، كذلك ارتفاع الدولار الأمريكي أثر على أسعار الذهب. فبالتالي نلاحظ بأن أسعار الذهب حاليا تتداول ضمن نطاقات محدودة، وحتى مع انتظارنا للاحتياط الفدرالي الأمريكي وكذلك أضيف انتظارنا لقرار بنك إنجلترا المركزي، هذا كله قد يتسبب في تذبذبات كبيرة لأسعار الذهب. لكن حاليا باعتقادي أسعار الذهب في نطاقات ما بين 1700 حتى 1800، حتى ممكن نتكلم على 1830 كنطاقات أبعد قليلا، لأن أسعار الذهب ستحتاج إلى محفزات أكبر للخروج من هذه النطاقات. فالمتضادات كثيرة بين التضخم وكذلك الضعف الاقتصادي دوليا، ومن جهة أخرى قوة الدولار، عوائد السندات الأمريكية، وتقليص البنوك المركزية التحفيزات كما هو متوقع في الأسواق. فبالتالي أسعار الذهب قد تبقى ضمن النطاقات التي أشرت لها حتى تظهر أي مستجدات تخرجها من هذه النطاقات. يعني الانحسار السعري الحاصل في أسعار الذهب حتى مع العلم بأن الفيدرالي الأمريكي سيذهب نحو التثبيت بحسب التوقعات، هل سيبقى الذهب ضمن هذا النطاق السعر أستاذ سركيس؟ الآن فقط إذا حصلت مفاجأة من الفدرالي الأمريكي. كيف ستكون المفاجأة؟ أولا أن يؤجل تقليص برنامج شراء الأصول، هذا قد يكون إيجابي جدا على الأرجح لأسعار الذهب، وقد نرى أسعار الذهب ترتفع أعلى من 1830، قد تصل 1850 في الأسواق المالية العالمية. المفاجأة الأخرى وهي أيضا غير متوقعة، أن يقلص الفدرالي كميات كبيرة فوق المتوقع من برامج شراء الأصول، هنا أتحدث عن 40 أو 50 مليار دولار شهريا. هذه التقليصات قد تكون سبب لانخفاض في أسعار الذهب، لكن إن لم تحصل مثل هذه المفاجآت فعلى الأرجح قد نشهد حركات كبيرة نسبيا بالذهب لكنها ضمن هذا النطاق. لماذا؟ لأن الفدرالي الأمريكي مهد لقراراته وأشار في عدة اجتماعات سابقة، وأعضاء الفدرالي بمن فيهم جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وضح للأسواق المالية وجعلها تستعد إلى أن الفدرالي أولا سيحتفظ بأسعار فائدة متدنية، نعم، وثانيا سيبدأ بتقليص برامج شراء الأصول، وهذا ما يسبب الاستقرار. نعم، يعني كما وصفت أستاذ سركيس هذا أسبوع جوهري يعني والعديد من المعطيات على الأجندة الاقتصادية. كيف ترى الأسواق العالمية وافتتاح الأسواق العالمية في ظل جميع هذه المعطيات؟ الآن افتتحت أسواق الأسهم تحديدا حول العالم بإيجابية في أغلبها، بداية من اليابان التي شهدنا ارتفاع في مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 2.5% بسبب الانتخابات التي أسفرت عن فوز الحزب الحاكم والذي وعد بتحفيزات اقتصادية هائلة تقاس بعشرات التريليونات من الين الياباني. وأيضا في مؤشرات الأسهم الأمريكية في تداول عقودها المستقبلية خارج الولايات المتحدة، يعني قبل افتتاح البورصات الأمريكية اليوم، ارتفعت لمستويات قياسية. فبالتالي هنالك احتمال جيد أن نشهد أيضا ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم مع افتتاح الأسواق عند مستويات قياسية جديدة مرتفعة. فشهية المخاطرة، الرغبة في الاستثمار واضحة جدا في الأسواق. لماذا؟ لأنه ظهر لنا بأنه حتى مع أنه التحفيزات الاقتصادية من البنوك المركزية ربما ستنخفض قليلا، لكن أيضا ستبقى أغلبها. هنالك موضوع آخر وهو بيانات ونتائج أعمال الشركات للربع الثالث، الكثير منها كانت بأفضل من التوقعات، وهذا ما حفز شهية المخاطرة والرغبة في الاستثمار. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.